شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى وبينات. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونحن نتحدث عن أركان الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أيدهم الله تعالى بدلائل النبوة الكثيرة والمتنوعة الدالة على صدقهم وأنهم مرسلون من عنده. فدلائل النبوة هذا موضوع مهم، دلائل النبوة، وقد أفرده العلماء بالتصنيف والتأليف. فدلائل النبوة هي الأدلة والآيات والعلامات والبراهين الدالة على صدق المرسل وأنه نبي من عند الله. طبعا هذا الكلام الآن مهم في خضم موجات الإلحاد والتشكيك التي تنشر في العالم ويصيب منها ما يصيب أبناء وبنات المسلمين. ولذلك ترسيخ العقيدة بالبراهين والأدلة مهم. ونتكلم عن أركان الإيمان، ونتكلم عن أركان الإيمان هذا يعني مهم في تثبيت إيماننا نحن وفي تفريعه وتأسيسه وتجذيره وتقويته ومعرفة تفاصيله، وكذلك مهم في إقناع من تعرض لتشكيكات أن يعرف أركان الإيمان هذه وأدلتها وتفصيلاتها، فهي تثبت الحقيقة العقيدة في نفوس المؤمنين، وكذلك ترد على طعونات الطاعنين، وتحمي الناشئة من تشكيكات المشككين. طبعا دلائل النبوة هذه يعني من الله عز وجل تأييدا لأنبيائه، أمارات يستدل بها على صدق دعوى النبوة. هذه الآيات والبراهين التي سماها بعض العلماء المعجزات، الحقيقة أن دلائل النبوة أعم من المعجزات، وليست المعجزات هي الطريق الوحيدة لإثبات صدق الأنبياء وصحة رسالاتهم، كما قال بذلك بعض المبتدعة. البعض المبتدعة قالوا فقط المعجزات هي الطريق الوحيد اليقيني، فنقول كلا، دلائل النبوة كثيرة الدالة على صدق الرسل. فمن معجزات الأنبياء على سبيل المثال ناقة صالح عليه السلام، قلب العصا حية لموسى عليه السلام، إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام، القرآن الكريم معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا منها الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وتسبيح الحصى في يده وإخباره عليه الصلاة والسلام بأمور من المستقبل فوقع بعضها وينتظر وقوع الآخر. لكن دلائل النبوة كما قلنا أشمل من المعجزات، فهي دلالات الأحوال والأوصاف بالنظر في أحوال الأنبياء قبل النبوة وماذا حدث بعد النبوة، ماذا كانوا عليه من الصدق والأمانة والشجاعة والحلم والكرم والقناعة وجميل الصفات ومكارم الأخلاق، ويمكن تمييز الصادق من الكاذب بالنظر في أحوالهم تمييزا يعني واضحا جدا، بحيث لا يمكن أن يشتبه، علمت أن وجهك ليس بوجه كذاب أبدا. وكذلك النبوة هي أشرف فضيلة تحصل للبشر، فمن المحال أن يختص الله بها من تكون أحواله متناقضة مناقضة لمقتضاها، وإنما تكون النبوة لمن علم الله أنه أهل لها. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يجعل رسالته في كل أحد، الله أعلم من يصلح لهذه الرسالة، خلق البشر واصطفى أفضلهم فأوحى إليهم. ومن دلائل النبوة مضمون الرسالة نفسه بالنظر في دعوة الأنبياء وما جاءوا به في العقيدة في التشريعات في الأخلاق في الآداب
في الأخبار. الآن الذين أسلموا من الكفار كثير منهم أسلموا عن إيش؟ عن قناعة. يعني هو استعرض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، استعرضه، نظر إليه، فوجد أن هذا يعني المحتوى هذا ما يمكن يأتي من غير نبي، يعني بإحكامه وإتقانه وشموليته وحكمته وانتظام لمصالح الدنيا والآخرة وموافقة العقل السليم له والفطرة المستقيمة، وأنه هذا ما يصدر إلا عن نبي صادق بار راشد. ولذلك محتوى الرسالة مهم جدا، وهذا من الأشياء العظيمة، يعني النظر في محتوى الرسالة، وليس فقط نجيب معجزات شق القمر مثلا أو غيرها، هذا أعظم. وكذلك فإن الأنبياء متفقون في أصل الدين كما قلنا، وهو توحيد الله بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل نهوا عن الشرك، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولا يمكن واحد يخرج عن المتفق عليه أبدا، فمتأخرهم يصدق متقدمهم، فمتأخرهم يصدق متقدمهم ويبشر متقدمهم بمتأخرهم. وطبعا هذا التأييد من بعضهم لبعض من علامات أنهم يصدرون عن مشكاة واحدة، وأنهم يأخذون من مصدر واحد، والتواطؤ هذا يعني عبر البشرية يدل على الصدق، وكذلك على اختلاف ألسنة الرسل، يعني مثلا منهم من كان يتكلم بالسريانية، ومنهم من كان يتكلم بالعبرانية، ومنهم العربية، ومنهم ومنهم. كذلك من الدلائل دلالة النصرة والعاقبة، يعني تأييد الله عز وجل لهم تأييدا مستمرا لا ينقطع، ولا يمكن الكذاب يؤيد بمثل هذا. فالله قال إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلما نتأمل في الرسل ماذا فعل الله في نصرهم وإهلاك أعدائهم، خلاص هذه من أدلة دالة على نبوتهم. فالله لما أغرق قوم نوح لما كذبوه ونجى نوحا والذين آمنوا معه، وأهلك عادا بريح صرصر عاتية ونجى هودا والذين آمنوا معه، وأهلك ثمود بصيحة عظيمة قطعت قلوبهم في أجسادهم ونجى صالحا والذين آمنوا معه، وأهلك قوم شعيب بعذاب الظلة وقصفا بالصواعق المحرقة من الغيوم على رؤوسهم، على عدة أنواع من العذاب أخذت قوم شعيب ونجى شعيبا والذين آمنوا معه، وكيف أغرق فرعون وجنوده وجعلهم سلفا ومثلا ونجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، ونجى موسى والذين آمنوا معه. هذا كله من أعظم الدلالة على صدقهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم جعل الله له دولة وصولة وجولة، وجعل له نصرا وفتح مكة وغلب العرب في الجزيرة كلهم، في النهاية دانت له الجزيرة. من دلائل النبوة بشارات الكتب السابقة من الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين، كبشارة التوراة والإنجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طبعا أما المعجزات التي تخرق العادة مقرونة بالتحدي، هذه كثيرة جدا، يعني طبعا مثلا إسراء والمعراج، الرحلة الليلية التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا،
بعدما شق صدره وغسل بماء زمزم، وبعدما ركب البراق يضع حافريه عند منتهى طرفه. شوف القفزة ما أعظمها، قفزة البراق، حتى أتى من مكة إلى المسجد الأقصى في إيلياء مصطحبا جبريل عليه السلام، وصلى بالأنبياء جمعوا له، وعرج به إلى السماء إلى سدرة المنتهى، ورأى أشياء ما رآها ثم من قبل، وخاطبه الله تعالى، ثم رجع إلى النبي، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته في مكة في ليلته تلك، وأخبر أبا بكر وأخبرت قريش وتحدته بوصف البيت المقدس ورفعه الله إليه، فجعل يصفه لهم وصفا دقيقا. هذه معجزة عظيمة، وشهد بها القاصي والداني، يعني حتى كفار قريش سمعوا منه الوصف الدال فعلا على أنه ذهب. انشقاق القمر فرقتين أراهم إياه بينهما غاء بينهما حراء، اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن هل اتعظوا؟ قال الله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقد وردت الأحاديث التي تفيد القطع بذلك. طبعا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منادات الأشجار ومجيئها والتقائها والتفافها عليه وسترها، وتسبيح الحصى وتسبيح الطعام بين يديه وهو يؤكل، وسلام الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاشت البئر اليابسة بالماء ونبع الماء من بين كفيه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وكان يكفي الجماعات من الناس الطعام والشراب الذي يسمي عليه، ومرة خرج على أصحابه بكتابين عظيمين، كتاب فيه أسماء أهل الجنة وكتاب فيه أسماء أهل النار، أجملوا عن آخرهم لا يزاد فيه ولا ينقص، ثم لا يدرى أين ذهب الكتابان، لكن رآهما الصحابة، رآهما الصحابة، ورأوا تراجعه في صلاة الكسوف لما أطلعه الله على جهنم، وكذلك لما أقبل وأطلعه الله على الجنة، وكذلك الرؤى الصادقة التي رآها عليه الصلاة والسلام والإخبار بها، وكذلك المغيبات التي أخبرنا عنها من أشراط الساعة، وقد وقع أكثر أشراط الساعة الصغرى، أشراط الساعة الصغرى أكثرها وقع، ما بقي إلا قليل، مثلا يحسر الفرات عن جبل من ذهب، مثلا تكلم السباع الإنسان، أو يكلم الإنسان عذبة صوته ويخبره فخذه بما فعل أهله من يخبر، يتكلم الفخذ ويخبره صوته بما فعل أهله من بعده، بقي أشياء يسيرة يعني، ولا الباقي كله حصل يعني، ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، خلاص هذا شيء رأيناه الآن في هذا الزمان، رأينا الحفاة يتطاولون في البنيان، وأشياء كثيرة طبعا حصلت وهو عليه الصلاة والسلام أخبر بها. ومعجزته الكبيرة الكبرى هي القرآن الكريم، أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الناسخ لكل الكتب السابقة، هذا الكتاب الذي تحدى الله الجن والإنس أو الإنس والجن أن يأتوا بمثله، يبقى هو الكتاب الخالد، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الكفار يسلمون على قراءة ترجمة معانيه إن كانوا عجما أو قراءة إن كانوا عربا، وما فيه من الأشياء المدهشة من خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا والبلاغة المتناهية التي عليه، والتي لم يستطع أحد أن يأتي بمثله من ما نزل حتى الآن، ولن يستطيعوا ولو كان بعض الإنس والجن لبعض، ولو كان الإنس والجن لبعض بعضهم لبعض ظهيرًا.